مرحبا، أنا لقاء عثامي، وبفيديو اليوم رح نحكي عن الجولدن ثريد أو الخيط الذهبي بالأبحاث. شو هو الجولدن ثريد وليه هو مهم؟ تابعوني وخلونا نتعلم سوا. الجولدن ثريد بيتكون من ثلاث عناصر رئيسية وضرورية للأبحاث أو رسائل الماجستير والدكتوراه: Research Aim أو الهدف العام للبحث، Research Objectives أو الأهداف المحددة والمفصلة للبحث، Research Questions أو أسئلة البحث. هدول العناصر الثلاث مهمين لأنهم بيشكلوا حدود دراستك وبيوضحوا شو بالضبط أنت رح تعمل وشو ما رح تعمل. باختصار، هاي العناصر رح تساعد دراستك تضل ضمن إطار معين وتركز على المطلوب منك وتلتزم بأهداف مشروعك ضمن هاي الحدود. هدول العناصر الثلاث برضو مهمين جدا لما بدك توصف دراستك أو تعبر عنها لأي حدا بمدة زمنية قصيرة. مرات كتير بيكون لهم أسماء أخرى زي Key Arguments, Your Elevator Pitch, Your Key Message, Research Narrative. بغض النظر عن التسمية، بشكل عام اللي بدنا نفهمه هو إنه هدول العناصر الثلاث هم اللي بيقودوا بحثك وبيقرروا حدوده. هلا بدنا نعرف شو هم هدول العناصر بالضبط وبشو بيختلفوا عن بعض وكيف نكتبهم. رح نبدأ بالريسيرش ايم أو الهدف العام للدراسة. الريسيرش ايم هو الهدف الرئيسي من دراستك أو رسالتك. هذا هو الهدف العام اللي أنت حاب تحققه، وعادة بيكون بالأبحاث المنشورة جزء من جملة بتبدأ بإشي مثل This research aims to, This research sought to, The aim of the study was to, The study planned to. Research aim مفروض يكون بكل رسالة للدراسات العليا وبأي بحث. عادة لما بدنا نقيم بحث جاهز نستخدم Research aim لنتأكد إذا البحث حقق المطلوب منه بآخر الدراسة أو لا، يعني بتساعدنا نعرف إذا المؤلفين قدروا يحققوا هدف البحث أو ما قدروا. لذلك خلي ببالك إنه اللي بتحطه كهدف رئيسي للبحث بالإنترودكشن لازم ينعكس على خاتمة بحثك أو الكونكلوجن. خلينا نأخذ مثال عن الريسيرش ايم أو الهدف الرئيسي. لنفرض إحنا عم نعمل دراسة على النساء الحوامل وحابين نعرف إذا الرعاية الذاتية ودعم العائلة مثلاً إلهم علاقة بصحتهم أو لا. ممكن نكتب aim statement كالتالي: This study aims to assess the effect of self-care and family support on well-being of pregnant women. الـ aim statement اللي كتبناها فيها أهم العوامل أو المتغيرات اللي إحنا مهتمين فيها بدراستنا: الـ self-care, الـ family support, الـ well-being, well pregnant women. إحنا برضو ذكرنا نقطة assess the effect واللي بتوحي للقارئ إنها هاي دراسة كمية أو quantitative. هذا هدف واضح وفي كل العناصر الرئيسية للهدف العام. هلا بدنا نعرف شو الفرق بين الريسيرش ايم اللي ذكرناه قبل شوي والعنصر الثاني بالجولدن ثريد أو اللي بنسميه الريسيرش اوبجكتيفز. الريسيرش اوبجكتيفز بيختلفوا عن الريسيرش ايمز بأنهم بيوصفوا الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق الريسيرش ايمز، يعني زي تفاصيل أدق. الأوبجكتيفز بتقدروا تشبهوها بخارطة الطريق أو الخطوات الصغيرة اللي بدنا نعملها لنحقق هدف الرسالة العام أو الإيمز. لما نكتب الريسيرش أوبجكتيفز إحنا باختصار بنقسم أهداف البحث أو الريسيرش إيمز لمهام محددة قابلة للتنفيذ. بدنا نحدد الخطوات اللي بدنا نعملها لنحقق الإيمز. لما نقرر الهدف العام أو الرئيسي أو Your Study Aim وتبدأ تحدد الخطوات والأهداف الأصغر أو Your Study Objectives اللي بدك تعملها لتحقق هذا الهدف، بدك تخلي ببالك إنه هاي الـ Objectives لازم تكون Smart, Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely. الأهداف الصغيرة أو الـ Objectives لما نكتبها لازم يكون واضح للقارئ إنها محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، إلها صلة بالهدف الرئيسي وممكن إكمالها بالوقت المناسب. هلأ خلوني أعطيكم مثال يساعدكم تفهموا الفرق. لو أخذنا الهدف اللي حكيت عنه مسبقاً كمثال للـ Study Aims: This study aims to assess the effect of self-care and family support on well-being of pregnant women.
لاحظوا انه في عنا عدة متغيرات بهذا الهدف وبدنا نفصلهم مشان نعرف ندرسهم ونقرر تأثيرهم. هلأ رح نقسم هذا الهدف او الـ Research Aim لأهداف أصغر ومحددة أكثر. فـ Our objectives are to determine the effect of self-care on the well-being scores of pregnant women. الأبجكتيف الثاني to determine the effect of family support on the well-being scores of pregnant women. الأبجكتيف الثالث to assess the interaction between self-care and family support on well-being of pregnant women. لاحظوا أن قسمنا الهدف العام الكبير أو study aim لعدة أقسام مشان نعرف شو الخطوات اللي لازم نعملها لنحقق هدف البحث. لاحظوا برضو أن study objectives احتوت على كل المتغيرات اللي ذكرناها بالstudy aim، ما نسينا إشي مهم ولا حطينا متغيرات مختلفة. برضو عادة بنحط active words أو أفعال زي predict, assess, determine. برضو ممكن تشوف كلمات زي prediction, correlation, quantify. هاي كلمات أو أفعال بتدل أنه إحنا بنبحث عن العلاقة بين المتغيرات المختلفة المشمولة بالدراسة. تذكروا الستادي ايم أو الهدف العام هو الهدف الكبير الرئيسي للدراسة. الستادي اوبجكتيفز هي الأهداف الصغيرة المحددة أو خارطة الطريق اللي عملناها لندرس الستادي ايم، واللي لازم نحاول إنها تكون smart, specific, measurable, achievable, relevant and timely. هلا رح نحكي عن آخر عنصر بالGolden Thread واللي هو Research Questions أو أسئلة الدراسة. أسئلة الدراسة هي عبارة عن أسئلة بتحاول تجاوبها برسالتك الدكتوراه أو الماجستير أو ببحثك. الحلو إنه Research Objectives والResearch Questions عادة بيكونوا مربوطين سوا، مش دائما طبعا بس عادة. يعني باختصار تقدر تأخذ كل Objective كتبته قبل وتحوله لسؤال. مثلا إذا كان Objective تبعنا to determine the effect of self-care on the well-being scores of pregnant women، سؤال ممكن يكون Does self-care predict the well-being scores of pregnant women؟ إذا كان الobjective تبعنا to determine the effect of family support on the well-being scores of pregnant women، السؤال ممكن يكون Does family support predict the well-being scores of pregnant women؟ إذا كان عندنا الobjective to assess the interaction between self-care and family support on well-being of pregnant women، السؤال تبعنا ممكن يكون Do self-care and family support interact when predicting well-being in pregnant women؟ خلي ببالك إنه إذا أنت بتعمل بحث كمي أو quantitative research رح يكون مطلوب منك برضو بالإضافة للأسئلة إنك يكون عندك hypotheses أو توقعات للنتائج، توقعات لأجوبة الأسئلة اللي بدراستك. هاي hypotheses أو التوقعات طبعاً مش من عندك بتجيبها، بدك تقررهم بناءً على الأبحاث السابقة. مثلا السؤال اللي قبل شوي ذكرناه Does self-care predict the well-being score of pregnant women؟ الهايبوثيسيس تبعتنا أو التوقع تبعنا ممكن يكون إنه self-care positively predicts well-being scores of pregnant women. إحنا هون نتوقع إنه كل ما زادت العناية الذاتية عند المرأة الحامل كل ما كانت صحتها أفضل. طبعا هذا مش عشوائيا اخترناه، هذا ممكن يكون بناء على دراسات سابقة وجدت إنه بشكل عام مثلا العناية الذاتية بتحسن الصحة. هلا احنا عنا السؤال والتوقع للإجابة، بس رح نعرف الإجابة الحقيقية للسؤال بس نخلص البحث. ممكن توقعاتنا أو our hypotheses تكون صحيحة وممكن لا. لما تقرروا الgolden thread بما فيهم research aim, objectives and questions تأكدوا انهم يكونوا متوافقين ومتناغمين مع بعض، مش كل واحد منهم بيحكي عن متغيرات مختلفة أو متناقضة. لاحظوا بالأمثلة اللي أعطتكم إياها إنه كل هاي العناصر احتوت على نفس المتغيرات واللي كانوا self-care, family support, well-being, pregnant women. ما بصير مثلا يكون في متغير بالaims مش مذكور بالobjectives أو questions، أو مثلا الaims تحكي إنه الدراسة على pregnant women بعدين الobjectives تكون على women's بشكل عام بغض النظر عن حالة الحمل أو pregnancy، أو مثلا تشمل الذكور أو males. باختصار بدنا نتأكد إنه في تناغم وتوافق بين الـ aims، الـ objectives والـ questions. حكينا اليوم عن العناصر الثلاث للـ golden thread والفرق بينهم. بتمنى تكونوا استفدتوا. إذا عجبكم الفيديو ادعموا قناتي واعملوا سبسكرايب وابعثوا الفيديو لأي حدا ممكن يستفيد منه. موفقين يا رب.